اهلا وسهلا بيكم في قصر سلينا على قناه هيا. وحشتوني جدا جدا، بس زي ما عودتكم كل مره بجيب لكم فقرات متميزه ومتنوعه. هيكون النهارده معايا فقره المطبخ فيها شيف دعاء لطفي، الشيف المبدعه المتميزه دايما، ومعايا كمان دكتور علي صقر استشاري تقويم الاسنان. حابه كمان اوجه تحيه شكر للستايلست نيلي محمود، وكمان من فريق الاعداد ميرنا جوهر. والاول بقى ارحب بضيفتي شيف دعاء. ازيك يا شيف؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. شيف بقى دعاء، هتعملي لنا ايه النهارده؟ انت وحشاني قوي من الاسبوع اللي فات ومتشوقه النهارده اعرف بقى هتعملي لنا ايه. هنعمل النهارده كشك ما عملناهوش قبل كده مع بعض. تمام. هعمل كنافه بالنوتيلا. حلو قوي. هنبدا الاول الكشك، مقاديره هي مش كتير وهتبقى غالبا متوفره عند كل حد. معانا مرقه، طبعا لو في مرقه فراخ تبقى افضل. لبن، زبادي، دقيق، كريمه. حلو. والرز طبعا بيبقى مش كتير، يعني 4 معالق رز هنحطهم على 400 ملي مرقه. تمام. اول خطوه بعملها ان انا بضيف الاول الرز. هو طبعا هو انا غسلته وايه وصفيته. خلاص. حلو جدا. هل هتفرق طعم من مرقه الفراخ للحمه ولا مش فارق؟ هتفرق طبعا في النكهه شويه. يفضل الفراخ؟ يفضل في الكشك او بالفراخ. تمام. اوكي. طيب بحضر، انا بسيبه بقى على نار متوسطه. اول ما بيبدا يدخل في التسويه، هي على فكره هي اكله ما بتاخدش برضو وقت. بكون محضره الخليط، اللبن والدقيق والزبادي. ايوه. بخلط المجموعه دي مع بعض، ودي اللي بتضاف في الاخر اول ما اول حاجه هنضيفها ايه؟ اللبن. وعليه في اللبن حط عليه 2 كبار دقيق. طبعا معانا بصل متحمر. اوكي كده 2 معلقة. واضيف كمان بصل متحمر في الزيت. تمام. ده للتزيين في ده. وهضيف معاه 2 زبادي كبار. الكريمه بقى هضيفها في الاخر، يعني مش هتضاف خالص اخر حاجه خالص. هتبقى اخر حاجه. تمام. خلي بقى الخليط ده كده هنا. المرقه لو انا مش متاكده ان هي ما فيهاش ملح ممكن اضيف دلوقتي ملح وفلفل. ماشي. اوكي. قولي لي يا شيف دعاء، ايه الاكله اللي صعبه اللي واجهتك؟ انت دي اكله صعبه جدا وانت ما كنتيش متخيله ان انت تعمليها اساسا. ما هو لازم، هو شيف دعاء شاطره اوكي وكل حاجه، بس عشان يعني اولياء الامور والمامز الجداد ساعات بيتصدموا بالمطبخ. فانت قولي لي بقى، ايه الاكله تمام كشيف واجهتك لقيتيها صعبه؟ تمام. قلتي ده انا استحاله كنت ممكن اعملها. بصي، هو طبعا طول ما احنا يعني عايشين لازم في حاجات كتير بنتعلمها وبنتطور فيها، ما بيبقاش واقفين عند نقطه معينه. فاكيد لحد دلوقتي في حاجات كتير بتعلمها اكتر. بالظبط. اكتر حاجه كنت مش متخيله ان انا اعملها ان اعمل حمام مخلي ويبقى حجمه صغير قوي ويكون محشي. حمام مخلي. مخلي ومحشي، وعملت كمان سمان، يعني الاثنين عملتهم بنفس الطريقه. دي جامده جدا. مخلي دي قبل كده ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اعمل الفكره. احنا متعودين ان احنا الحمام ده على بعضه كده بالظبط، انت متخيله هو حجمه مفهوش اتيكيت، ان هو يتخيل صغير سهل. ده حاجه صعبه جدا. دي عمليه تشريحيه. بالظبط، دي عمليه تشريحيه بالفعل. طيب احنا ممكن دلوقتي في الوقت ده لما ده يستوي ممكن نبدا نحضر الكنافه مع بعض. ماشي. اوكي. تحبي اقرب لك؟ طيب احنا الكنافه دلوقتي هنحضر، هي دي اللي احنا عملناها. اوكي، دي جاهزه. عشان احنا هنعملها بالنوتيلا، فيفضل النوتيلا لما تتحط عليها تكون هي بردت، ما ينفعش تكون سخنه. بالظبط. تمام. أوكي. طيب معايا 250 جرام كنافه، هحط عليهم ربع كوبايه سمنه. ربع كوبايه سمنه. وبضيف كمان، قبل بقى ما بضيف السمنه بضيف معلقه صغيره سكر بودره. اقدر ابدل السمنه بالزبده؟ لا، يعني هو يفضل سمنه طبعا. سمنه افضل. اوكي. وببدا اضيف السمنه طبعا في المرحله دي عشان اخلطها حلو قوي. اتفضل، يبقى معانا جلوفز بقى. احنا كده دلوقتي معانا مقادير الكنافه على الشاشه. بالظبط. نبدا ان احنا نشكلها في قوالب من الكب كيك. ماشي. نتابع برضو على النار، ما نسيبهوش مده. ينفع نعمل الكنافه من غير سكر بودر؟ من غير سكر. بصي، هي نسبه اللي اتحطت فيها مش كتير تعتبر. اوكي. يعني بس هي عشان بتحافظ على لونها والقرمشه بتاعتها. لان في ساعات برضو مرضى سكر، سواء اطفال او من برضو اولياء الامور بيتفرجوا علينا. لا، هي الفكره بقى ان احنا في شربات ممكن نقلل منه.
نسبه بعد كده هي دي اللي نقلل فيها. اوكي احنا برضو معانا شربات معمول، لان انا عامله فكره تانية كمان هنعملها. دي كنافه برضو اتحمرت على النار مع السمنه، بس دي الاول احنا بنلعك السمنه بالكنافه دي بالسكر في الفرن. تمام، ونحاول نحاول ان انا اشربها كلها كويس قوي من السمنه. بيجي بعد كده الصينيه بتاعت الكب كيك ندهنها، ابدا اضيف فيها سمنه. بما ان انت بتعملي بقى اكلات غريبه ومختلفه، اكيد بتواجهك برضو زي ما في ناس متفقه معاها انتقادات، يعني في ناس بتتفق معاكي في حاجات وفي ناس اكيد بتختلف معاكي. لما بقى بتواجهي انتقادات بتتعاملي معاها ازاي؟ لا هو طبعا افضل حاجه ان الواحد ياخد من الانتقاد الحاجه اللي هي تفيده، يعني جالي انتقاد في اكله معينه، طب اشوف ايه المشكله اللي كانت فيها ممكن اقدمها بشكل تاني يفيدني فيبقى صنف جديد كمان. خلي بالك يعني انا في انتقادات كتير اخدتها طورت لي من الحاجات اللي بعملها. طب قولي لي بقى، في ممكن حد انتقدك في حاجه ورجع، يا اما هو عمل نفس الاكله في بعض الشفات يعني ده بيحصل، يا اما نفذ نفس الاكله تاني، او قال لك فعلا كان معاكي حق في الاكله دي ان هي جديده بس فعلا كويسه؟ لا بصي، هو اغلب اللي بينتقد الاكلات الجديده مش الشيفات، لان الشيفات احنا طبعا على درايه بالجديد في المطبخ والجديد في المطابخ كلها عامه من اي بلد. ممكن اوقات اي حد ينتقد فكره ان بضيف حلو مع حادق في اكلات شبه الاكلات المغربي. اوكي، لانه تبقى ثقافه مختلفه عن الثقافه بتاعت اكلنا. طب ده حاجه حلوه يعني اللي انت بتدخلي ثقافه جديده، وفي نفس الوقت لو في حاجه ممكن تاخدي بالك منها تحسنيها افضل اطورها. طبعا لا لازم اتطور، عشان لو انا ما طورتش من الشغل بتاعي مش هتضايقيش بصراحه. لا ما ينفعش اتضايق، لا بصراحه، لان في بعض الشيفات لو حد انتقد الاكل بتاعها بتبقى جريمه. لا لا، ازاي تنتقد الاكل بتاعي؟ خلي بالك انا بفرح بالانتقاد. انا بالنسبه لي الانتقاد ده حاجه مهمه جدا، لان هو ده اللي هستفاد منه، هيفيدك في شغلك بالظبط. احنا ممكن بنعمل بنبدا بقى ان احنا نشكلها وحدات بالشكل ده، بنضغط جامد، نضغط جامد، دي اول ضغطه، وبعد كده هجيب معلقه رفيعه وابدا اضغطها من كل الاتجاهات. بصي فاهمه قصدي كده، هي بقت ايه مساويه، تدخل الفرن على درجه حراره عاليه من 200 ل 220 لمده قد ايه؟ عاده عشان دي كب كيك يعني مقاسات صغيره، فمش هتاخد كتير، يعني مش هتكمل 30 دقيقه ممكن. قولي لي بقى ايه الاكلات اللي انت بتحبي تعمليها من مطابخ مختلفه؟ لا بحب اجرب اي مطبخ لبلد تانية غير يعني ثقافه بلاد مختلفه. مالكيش حاجه معينه اكتر بلد؟ لا بميل دايما ليها طبعا الايطالي، المطبخ الايطالي. الباستا؟ لا انت مصممه تخنينا برضو. مفيش فايده، مفيش فايده برضو. نحاول نهرب من المكرونه والرز كده. ده بدا يدخل في تسويه، كمل. اوكي دي كده بتدخل الفرن خلاص، ولما بتطلع بروح ساقيها بالشربات. اوكي يكون الشربات بارد، يعني ما ينفعش ان انا احط سخنه وهو الكنافه برده طالعه معايا سخنه، يبقى حاجه سخنه حاجه بارده بالظبط. تمام، ايه الصعوبات بقى اللي بتواجهك يا شيف دعاء في المطبخ؟ فكره ممكن ان ببقى في خامات معينه مش متوفره. يعني في اكله انا شفتها المطبخ اوروبي لاي مطبخ ايا كان، بلاقي ممكن الخامات بتاعته مش متوفره عندي، فبحاول اشوف البدائل ليها ايه عشان اقدر ان انا اقدمها بشكل حلو. دي اكيد بتكون حاجه صعبه. ما هو عشان كده عرفت الابتكار، هو نقطه الابتكار. كمان في نقطه تانية، تكلفه الحاجه، يعني انا بحاول دايما ان اقدم الحاجه تبقى جودتها تمام حلوه عاليه بسعر مناسب، وفي نفس الوقت برضو معلاش بالتكلفه بتاعتها. اوكي احنا كده ممكن بقى نعيد تاني، حطينا اللبن عليه. احنا حطينا لبن، زبادي، دقيق، الكريمه تبقى في الاخر. تمام. معانا نص ليمونه هتتحط في الاخر خالص. حلو قوي كده. بياخد بقى معانا وقت قد ايه؟ لا لا مش كتير، يعني هو مجرد على فكره ما هيتحط الخليط ده هيكون هو خلاص. انا اول مره اشوف الكشك بيتعمل ازاي. انا اسمع فعلا في كشك، بس انا عمري ما جربته، ما جربتيش طريقته، واول مره اشوفه معاكي، ومعرفش ان هو ليه علاقه بالرز. اول مره فعليا يعني. طيب دي كده بالنسبه للكنافه برضو، انا قلت لك احنا في نوع دخلناه الفرن. تمام. النوع الثاني ده احنا حمرناه على النار بسمنه. حلو قوي. اوكي من غير اي اضافه اي حاجه لحد ما كلها اخذت لون واحد، وجايبه الكوبايات دي ممكن ابدا اضيف فيها. تمام. طبقه ممكن اضيف معاها طبقه كريمه، طبقه نوتيلا، يعني ممكن انوع في الطبقات، نغير في التقديم بالظبط.
لازم حاجه كده بقى شويه مش كله يعني ايه مش كله هيلث يعني بقى حبه كنافه بالسمنه مش هيحصل حاجه. ناخد لنا حبه والكب صغير. طيب انا عشان احافظ عليها ما سقتهاش الشربات بتاعتها تمام، فهحطها في الكوبايات بتاعتها وبعد كده ممكن احط لها الشربات يكون دافي شويه بس يعني طلع معلقه صغيره الحجم صغير دي حاجه كويسه برده عشان ايه عشان دايت عشان ما ناخدش كتير عشان ضميري بالظبط كده. هناخد كام كوب براحتك هناخد كام كوب من ده يا ترى مش عارف يا ذوب تمام كده وضيفي الكميه حلوه قوي شكلها لطيف جدا. طيب ممكن اضيف كريمه واضيف فاكهه دي فكره حلوه برده. فكره ان هي تتحط على السفره برده او في البوفيه في رمضان هنعلم برده المامز ان هي تعمل حاجه شكلها حلو كعزومه تبقى هي مثلا عازمه حماتها تمام لازم تبان لازم انبهار ايوه بالظبط كده. طيب احنا ممكن في فكره تانية برده حابه اقولها عشان الوقت في رمضان احنا ممكن الكنافه بالطريقه دي بعد ما اعملها اشيلها في الفريزر. اوكي حلو قوي ده حلو عشان تبقى سهله وجاهزه تمام. اهم حاجه انا ما حطيت لهاش الشربات فهضيفها في الفريزر واطلع استخدمها بعد كده. اوكي مجرد ما حمرتها بالسمنه بالزبط. اسيبها الاول تبرد واحطها في الفريزر كده. اوكي ممكن نشوف اللي على النار. طب لما انا احطها في الفريزر وهي طالعه اسيبها تفك عادي ولا اسخنها تاني في الفرن؟ لا لا ممكن تسيبها تفك خالص لوحدها لوحدها. كده بقى هننزل بال كده دلوقتي ده بدا يدخل في التسويه هنزله الخليط. اتاكد بس طبعا ان انا الدقيق داب كويس قوي. حلو جدا. الرز بقى بيدوب جوه بس لا هيبقى ظاهر هيبقى فعلا هيبقى باين ان في رز. معلش يا جماعه يعني ايه اعذر وجهلي في الموضوع ده بس انا ايه اكيد في مامز كتير برده بتتفرج عليا نفس الموضوع معلوماتها قد معلوماتي في موضوع الكشك. تمام كده ممكن نكمل نرجع تاني للكنافه. كده بس النهارده احنا هنعمل بالنوتيلا ومكسرات مظبوط كده بالظبط. هي قالت ممكن نحط فاكهه ممكن نحط كريمه افكار كتير ليها. خدتي بالك بدات تتقل دلوقتي في المرحله دي اضيف الكريمه. تمام احنا هنضيف الكريمه وهنقلب شويه نقلب شويه. اوكي وهنطلع فاصل وهيكون معانا دكتور علي صقر ونكمل مع شيف ضعيف.